اللي اتكتب في المواقع. خلينا نروح نشوف. الشروق: الأهلي يبدأ المفاوضات الرسمية مع هدرسفيلد للإبقاء على رمضان صبحي. سوبر كورة: حقيقة الخلاف بين الأهلي وهدرسفيلد في ملف رمضان صبحي. فيتو: سيد عبد الحفيظ يعود من إسبانيا السبت. اليوم السابع: لجنة التخطيط للكرة بالأهلي تجتمع مع فتحي مبروك السبت المقبل. يلا كورة: مدير تعاقدات الأهلي: لم نفاوض ديبالا النصر ولا نعرف شيئا عنه. اليوم السابع: الأهلي يعلق على العرض السعودي الرسمي لضم علي معلول. يورو سبورت عربية: جلسة الحسم والغزال يرفض الرحيل وموقف محارب.